فقرتنا الطبية لليوم عن المرأة الحامل. مثل ما بتعرفي ساري، دائما المرأة الحامل عندها كثير من الأسئلة. كيف بشهر رمضان المبارك بتزيد الأسئلة أكثر من الأيام العادية؟ وبتقول هل الصيام بيأثر علي وعلى الجنين؟ حنتعرف أكثر عن هاي الأسئلة ونعرف أجوبتها أكيد مع الدكتور شادي خلوف، أخصائي أمراض نسائية وتوليد. يسعد صباحك دكتور. هلا صباحكم، رمضان كريم. يسعد صباحك ساري. يسعد صباحك دكتور شادي، ورمضان كريم. يعني دائما أنت ضيفنا المميز بأسئلة أيضا دائما بيطرحوها علينا كل الصبايا والستات، وخاصة هلأ المرأة الحامل اللي لها وضع خاص بشهر رمضان المبارك. دكتور، استفسارات، يعني شو الأضرار يلي ممكن تخلي الحامل مثلا ما تصوم، أو تصوم ممكن بس بصعوبة شوي؟ هلأ نحن أول شيء لازم يعني قبل ما يجي شهر رمضان أنه السيدات اللي هن حوامل يستفسروا عن هل أنا بقدر صوم ولا لا، وما يكون القرار هو قرار فردي من السيدة، بأنه بغض النظر عن رأي الطبيب بوضع الحمل أنه يعني هي تصوم بغض النظر عن رأي الطبي. لا، لازم يكون في استشارة طبية، ونحن نشوف أنه في عنا عدة أمور بتحكم يعني عملية أنه هل السيدة تصوم ولا لا. هي بأي تلت من الحمل عندها مشاكل أخرى، مشاكل صحيه، عندها سكري، عندها ضغط، عندها ربو، في ادويه مزمنه بتاخذها. نعم. الى اوقات متعدده، وبالتالي نحن من الصعب انه يكون هيك. هل في عندنا مشكله بالجنين؟ هل في نقص بالسائل الامنيوسي؟ في تكلس بالمشيمه؟ في تقلصات رحميه؟ يعني كلها هي عوامل بتخلينا نقول هل سيده تقدر تحمل ولا ما بتقدر تحمل. لانه ما فينا، الموضوع ما له اعتباطي. اكيد كل السيدات بيتمنوا انه يقدروا يمارسوا هذا الفرض، ولكن يعني خلينا نقول يكون بشروط صحيه سليمه ومع مراعاه وضعهم الصحي، لانه اكيد يعني خلينا نقول الدين هو يسر بالنتيجه. فنحن ما فينا انه سيده ممكن الصيام يكون مؤثر على حياتها او حياه الجنين ونخليها تصوم. لذلك لازم يكون في استشاره طبيه لمراعاه الوضع الصحي للام وللجنين. اكيد اكيد دكتور، كثير من السيدات مثل ما قلت هن بدهم يصوموا شهر رمضان المبارك على كل الاحوال، سواء قال لهم دكتور اوكي ولا لا، يعني هن بدهم يصوموا. طيب شو ممكن انت تنصحهم لهدول السيدات؟ شو ممكن يعملوا ليعودوا جسمهم على الفيتامينات، عن السوائل المناسبه لجسمهم؟ هلا اذا هي السيده، خلينا نقول سيده اما بمنطقه ما فيها طبيب، او هي ما بدها تستشير الطبيب لانه خايفه الا لا تصومي، ونويت انه اكيد هي بدها تصوم، فعلى القليله لازم يكون بالفتره اللي هي بين الفطور والسحور يكون في كميه كافيه من السوائل، يكون في كميه من الخضار، من الـ من الـ من الفاكهه. انا افضل الابتعاد عن العصائر، لانه العصائر هي كميه كبيره من السكاكر نحن ما كثير بنحبذها. واذا بدنا نعمل شيء نكون منزلي، لانه كيف ما كان بيكون نسبيا افضل. فلازم ناخذ كميه كافيه من السوائل، اللحوم تكون يعني مسلوقه او مشويه، نبعد عن الاكل المقلي اكثر يعني قد ما بنقدر. لازم يكون بين الفطور والسحور في كل ساعتين شيء مثل سناك تاخذه صغير، تاخذه. نعم. السيده قطعه فاكهه، قطعه خضره، شيء ما يكون ما فيه سكاكر، بسكويت او شيء، حتى تقدر يكون الفتره اللي هي بعد السحور فتره الصيام جسمها قادر على تجاوز هذه الفتره بدون مشاكل. وهذا الحقيقه ممكن يكون قادرين على تطبيقه بالثلثين الاولاد بالحمل، يعني ما قبل الشهر السابع، بس بظن انا بالسابع والثامن والتاسع الموضوع بصير اصعب عند الحامل، وما هو من المحبذ انه السيده تحمل. وشفنا كثير مشاكل عند سيدات بالثامن او بالتاسع قرروا انه يصوموا، الحقيقه كانت نتيجه ما أنا دائما مثل ما هن. نعم. بيرغبوا. نعم. وبالتالي يعني لا، الاستشاره الطبيه بهذا الموضوع مهمه، والتعليمات مهمه كذلك. نعم دكتور، يمكن ايضا علاقه الصيام بالاشهر للحامل، هل بيختلف الاشهر الاولى عن الاشهر الوسطى عن الاشهر الاخيره في حال قررت الحامل انه تبلش بالصيام؟ هلا مثل ما الاعراض بتختلف بين اول ثلث وثاني وثالث، كذلك الصيام بيكون مختلف على اجسامهم، وبالتالي مشان هيك بنقول الثلث الاول الوحام عند بعض السيدات بيكون شديد جدا، في سيدات لا بيكون خفيف ومريح وبيمرق بشكل عابر. فلذلك وضع السيده هو اللي بيحدد هل هي السيده قادره
على الصيام ولا لا. ممكن 3 شهور الاولانيات يكونوا مريحين، اذا قلنا اجى الصيام باول الحمل هسه الاعراض خفيفه مقبوله، نعم. يمكن يمر الصيام بشكل مريح اكثر مع مراعاه شروط انه احنا لازم، نعم. فتره بين فطور وسحور نعمل كل التعليمات اللازمه، كمان ما معقول انه احنا بدنا نصوم وبين فطور وسحور ما بناخذ سوائل، ما بنهتم بنوع الطعام اللي عم ناكله، صحيح. لانه هذا رح يكون يعني ازعاج اضافي. اكيد دكتور، خلينا نحكي عن الاطعمه يلي لازم تتجنبها المراه الحامل خلال شهر رمضان المبارك، برايك شو هن؟ هلا الاطعمه اللي فيها كميه كبيره، يعني مثل ما نفس الشيء نحن بنقول بعدوا عن الابيضين اللي فيها كميه كبيره من الملح او السكر، هدول خلينا نبعد عنهم. الاطعمه اللي هي فيها قلي بشكل كبير كمان نحاول نبعد عنهم، نعتمد على سلق او الشوي، وبالتالي اذا عم نحكي عن اللحوم حتى ونعتمد على اكثر على الخضار، لانه هي بتعطي كميه من السوائل للجسم مفيده، فيها فيتامينات، فيها معادن، والفواكه كذلك، فهدول بيكونوا مريحين للجسم اكثر اذا عم نحكي عن وجبه الفطور. هلا على السحور معروف انه بدك تاخذي بروتينات اعلى لحتى كمان ما يكون في كميه كبيره من الملح، حتى ما يعطش الانسان بفتره الصيام ويكون مزعج اكثر الموضوع، نعم. له. يعني التعليمات ما اظن انها صعبه، هي بسيطه، اللب الاساسي هو السوائل اللي هي لازم تكون بكميه كافيه لدرجه الكبيره احيانا لحتى نقدر ندعم جسم السيده اكثر. بالمي دكتور ممكن تعود هلا الماء هو اهم شيء، يعني في سيدات بيتركوا الماء بيروحوا بيقولوا عم بشرب عصير، لا هذا ما يعني ما هو حتى العصير الطبيعي ما هلا العصير الطبيعي كمان هو يعني انت اذا البردقان بتاكليها فيها نسبه سكر، اذا بتعصريها نسبه السكر تبعها بتبقى اعلى بكثير، وبالتالي مثل لما بنقول البطاطايه حبه البطاطا لما بنسلقها فيها 90 كالوري، لما نقليها بتصير 900، فشوفي الفرق بيناتهم، وبالتالي لا خلينا الفاكهه ناكلها مثل ما هي، العصير يكون محضر منزليا بشكل نحن نكون ضمنانين انه ما يكون فيه كميه، نعم. كبيره من السكر او ما يكون منضف له اصلا سكر، وبالتالي هذا رح يكون مزعج لجسم السيده اصلا. اكيد دكتور، خلينا نحكي مين هي المراه الحامل اللي بتمنعها عن الصوم، يعني بتقول لها خلص انت ممنوع تصومي يعني؟ هلا الحامل نحن يعني الحامل هي حامل ومحمول، يعني طبعا. هي جنين وحامل. هلا شو بيكون وضع الحامل وشو بيكون وضع الجنين، هون بيتقرر على اساسه هل نحن رح نمنع هي السيده من الصيام او لا. يعني السيدات اللي عندهم حمول عاليه الخطوره، عندهم ارتفاع توتر شرياني، عندهم ربو، عندهم شقيقه، عندهم مشاكل هضميه، عندهم مثلا غثيان كثير، اقياء كثير، صعب موضوع الصيام يكون يطبق عن هدول الحوامل، لذلك ما بننصحهم، وخاصه لما بتكون هاي الاعراض كلها موجوده في الثلث الاخير من الحمل، فالافضل انه يعني ما تصوم هي السيده لنقدر نحن نعالج الاعراض الموجوده ونعالج المشكله الموجوده، لانه كمان سيده وهون رح ننتقل لعند مشكلة الجنين، سيدة كمية سائل أمنيوسي عندها قليلة جدا، ونحن لأنه عندها مثلا انبساق سائل بالأغشية ونحن أصلا مريحينها وعم نحاول نعدي كل يوم بيومه لنوصل لبر الأمان بهذا الحمل، ما فيني أنا أجي أمنع عنا السوائل 14 ساعة، لا هون نحن مضطرين إنه ما تكون سيدة بحالة صيام، فيعني هي بالمختصر المشاكل ممكن تكون موجودة تخلينا نقول ما بصير السيدة تصوم، لأنه رح هذا الشيء يسبب بمشاكل إلها أو للجنين. تمام صحيح، يعني في حال خلينا نقول انه تيسر الموضوع والمرأة الحامل استطاعت انه تصوم، بوجبة الافطار مو بس للمرأة الحامل، الكل ببلش احيانا تخبيص بنوع طبعا. الاكل، كيف اذا كانت المرأة حامل عندها نسبة فيتامينات لازم تاخذها، خضار، ببلشوا دغري مثل ما حكى الدكتور، دغري بالعصائر بتكون عطشانة، فكمان قد ايه لازم بالافطار تدير بالها على وجبة الفطور تبعها يعني؟ هلا يعني نسينا نحكي جزئيه بسيطه، نحن فينا نستعيد عن العصائر بالشوربات اللي هي حلو. مفيده جدا، حلو. بتتحضر منزليا، فيها كل انواع الخضار، فيها عدس، فيها يعني فيها كثير شغلات ممكن تكون فيها فيتامينات ومعادن ومفيده، نعم. مع كميه قليله من الملح رح ناخذ سوائل بكميه منيحه، وبنفس الوقت جسمنا رح يستفيد من المعادن والفيتامينات الموجوده، وانا برايي هذا اهم من العصائر. هلا اكيد
نحن ما عم نقول يعني ممنوع انه تشرب عصائر، فينا سيده ممكن تكون في معزومه على مكان، ممكن تكون بمطعم فيها تاخذ عصير، ولكن ما يكون هذا شيء يومي وشيء مركز عم تاخذه السيده. ايوه هلا انا بفضل انه اي شيء بدها تاكله السيده يكون انتاج منزلي، يكون هي عاملته، لانه هو بيكون مدروس اكثر بالنسبه لها، الشيء اللي بيناسبها بتبقى هي بتضيفه. حتى يعني مثل ما تفضلتي العجين وهي ممكن يكون مزعج هضميا لها، انا بفضل انه شيء مريح اللي هي بتعرف انه جسمها بيرتاح بيهضمه بسهوله، تركز عليه اكثر حتى يكون فتره ما بعد السحور مريحه وما تزعجها للسيده. يعني السيدات اللي عندهم قرحات مثلا وهن حوامل رح يكون عندهم ازعاج اضافي، يمكن ما فيها تصوم، ويمكن اذا صامت لازم تراعي هذا الوضع اكثر عندها. صحيح. دائما بشهر رمضان المبارك في دكتور عندنا فطور، عندنا السناكات بعد الفطور، بالاضافه عندنا للسحور، كيف ممكن هي المراه الحامل تنظم هالاشياء؟ وكيف امتى ممكن هي تاخذ الفيتامينات برايك بالفتره المناسبه لتعطي الجنين كل الفيتامينات المناسبه له؟ هلا اذا عم تحكي عن فيتامينات الحب اللي احنا بنوصفهم، هلا ممكن نحن اذا السيده نحن يعني في استشاره طبيه ما قبل الشهر رمضان وعملنا تحاليل وشفنا انه الفيتامينات عندها والمعادن بشكل كثير كويس، ممكن ما نضطر نعطيها اصلا ادويه، نحاول نوفر الادويه ونعتمد على التغذيه الطبيعيه، ونحاول ننظم نحن والسيده انه يكون عندنا يعني 9 ساعات بين الفطور والسحور، يكونوا منظمين بوجبات، وجبتين اساسيات هنا الفطور والسحور، ويكون بيناتهم كل ساعتين يتنظم شيء او يتاخذ شيء حتى يدعم جسم السيده. هلا السيده لا اللي عندها نقص كالسيوم ونقص حديد وجسمها تعبان شوي، لا نحن مضطرين نعطيها الفيتامينات، بتصير تاخذها بعد الفطور، وممكن مثلا قبل السحور بساعتين ممكن يتاخذ شيء، ننظم كمان هذا الموضوع. ليش عم نقول نحن الاستشاره الطبيه مفيده ضرورية ومريحه؟ لانه هي بتنظم عند هي السيده انه كيف نحن بنكون في يعني اتفاق نحن وياها، ونراقب هذا مسيره هذا الحمل اثناء الصيام حتى ما يكون الموضوع يعني عبثي ومزعج بنفس الوقت. تماما، يعني دائما الاجتهادات الشخصية هي بتضر صاحب، يعني إذا كان عنده مرض طبعا. إذا كان يعني مو بس المرأة الحامل، في كثير عالم عندهم ضغط ما بيصير يصوموا أو لازم عندهم حبة الضغط، يعني معذورين. وداء السكري كذلك. تماما، كيف إذا كانت المرأة حامل؟ المرأة الحامل قديش مهم إنه تتابع طبيبة خطوة بخطوة في حال هي صامت وكان عندها أيضا شوية مشاكل؟ في نساء ممكن تاخذ خلال فترة الحمل أدوية معينة نتيجة لشيء بجسمها، فقد إيه كمان مهم إنه تاخذها بالموعد، ترد على طبيبة بهدول القصص، وإن شاء الله يا رب هيك الله يتقبل طاعة الكل. أحيانا ممكن الكفارة يعني ممكن أحسن ما إنه هي تأذي حالها وتأذي الجنين. هلا هذا اللي عم نقوله، إنه نحن الأفضل يكون في مثل ما بقول يعني تنسيق قبل شهر رمضان لحنا نقرر هل قدرنا نصوم ولا لا، وكيف بدنا نصوم، ننظم عملية الصيام حتى يكون يمر الشهر الكريم إن شاء الله بدون إزعاج أبدا، وتمارس السيدة الحامل الفريضة وهي جسمها وجنينها مرتاحين. في أدوية بدنا ننظمها، في وجبات بدنا ننظمها، في شيء بدنا نمنعه. مثلا أنا ما فيني سيدة حامل وشهر ثامن أو سادس وعندها ضغط وبدها تروح كل يوم عندها مشية مثلا، بدها تروح على الشغل، في تعرض لدرجات حرارة، كله هذا بده يندرس وينحسب حتى نقول هالسيدة بتصوم أو لا، وإذا بدها تصوم كيف بدها تصوم وشو الشيء لازم تعمله حتى تكون هي وجنينها مرتاحين. تمام، أكيد دكتور مع هالمعلومات القيمة حنتشكرك كثير، وخلصت اليوم فقرتنا وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك، شكرا لوجودك. رمضان كريم إن شاء الله. رمضان كريم دكتور.